احساسك ايه يا استاذه وفاء من مصر؟ برحب بيكي الاول. وانت بتاكلي رغيف العيش او بيمثل لك ايه رغيف العيش؟ اهلا بحضرتك استاذ احمد، انا اول مره اتكلم مع حضرتك اصلا النهارده، بس انا مبسوطه وسعيده ان انا مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. رغيف العيش بيمثل لنا ايه؟ بيمثل لنا كل حاجه. احنا لو معناش فلوس وفي رغيف في البيت، معلش انا هعمل كوبايه شاي لبنتي او ابني وهياكلها بالرغيف العيش. بيمثل لنا كل حاجة. بس أنا عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة الأول. إحنا أسرة مكونة من 6 أفراد، أربع أطفال وزوج وزوجة. أنا فرد واحد بس في البطاقة، يعني 5 ترغيفة بس من الفرن كل يوم. طبعا ما فيش إضافة أولاد، ما فيش أي حاجة. ما طب في ايه البلد اللي أصلا بيمنع مش منزلة اضافة حاجة. الاولاد يا استاذة وفاء؟ ايه اللي بيمنع اضافة الاولاد؟ هما مش منزلين اضافات، مفيش اضافات دلوقتي. ولو حتى قالوا في اضافات بنروح احنا مكتب التموين يقول لك لا والله مفيش اضافات دلوقتي. يعني انتوا بتسعوا وتتعبوا عشان تروحوا مكتب التموين عشان تعملوا اضافات، لان العيش بيمثل اهمية كبيرة بالنسبة لكم، ما تستغنوا عنه بأي حاجة تانية. أكيد طبعا. طب ما فكرتيش في بدائل أنا بقول تحل بيها لحضرتك مشكلة اليوم اللي العيش؟ جبت اللي هي إيه، الرز، ما هو العيش أساسي برضو. ما إحنا بنودي العيال بنعمل لهم عيش برضو، في أكل جبنة حاجة. ما هو ما فيش طبيخ هنطبخه برز ليه إحنا؟ ايوه معنا كل حاجة غالية، كل حاجة. إزازة الزيت بكام؟ أنت لو جيت حسبتها التموين، أنا باخد إزازة زيت واحدة اللي هي 800 لتر دي ايوه هتكفيني إيه؟ باخد كيس سكر واحد هيكفيني ايه؟ أسرة 6 أفراد هيكفيها كيس سكر وكيس وإزازة زيت و5 ترغيفة في اليوم. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذة وفاء، وبعتذر لك والله لأن الوقت خلص. بشكركم شكرا جزيلا، وبجد يعني اتصالات كلها مؤلمة، اتصالات كلها حزينة، بتعبر عن حاجة مهمة جدا في الآخر، وجملة عريضة جدا: لا مساس برغيف العيش يا جماعة.